إذن انتخابات برلمانية ساخنة في هولندا وسط استقطاب حاد يتصدرها موضوع المهاجرين والإسلام، الأمر الذي يزيد من المخاوف من أثر نظرية الدومينو السياسي في أوروبا كلها في حال فاز حزب اليمين المتطرف حزب الحرية. كثير من المراقبين مراقبون أو يعتبرون أن نتائج الانتخابات الهولندية ستقيس نبض الشارع الهولندي والأوروبي معا. كثيرون أيضا يرون أن إمكانية فوز اليمين المتطرف في هولندا قد يهدد مستقبل الوحدة الأوروبية مع اقتراب موعدين انتخابيين حاسمين في كل من فرنسا وألمانيا. فلمن سيكون الفوز بعد حوالي الساعة من الآن في هولندا؟ وهل كل هذه المخاوف في محلها؟ ضيوف في النقاش أرحب بضيف في الاستوديو بالسيد يوب يانسن الصحفي الهولندي والخبير في تيارات اليمين الشعبوي. يا هلا بك. يا هلا. وأرحب أيضا بضيفي من أمستردام بالسيد أحمد مركوش النائب في البرلمان الهولندي عن حزب العمل. يا هلا بك ورحب بك أيضا معي. يا هلا. وأيضا أرحب معي من لاهاي زميلي نادر السراس مفدنا لتغطية الانتخابات الهولندية. وأبدأ معك هذا النقاش نادر لكي نقف قليلا على المشهد الانتخابي. نادر، كيف كان المشهد بشكل عام؟ يعني ما هي أبرز ملاحظاتك على هذا اليوم الانتخابي الطويل؟ نعم ديما، فقط للتوضيح أولا أريد أن أذكر أن أنا هنا أمام فندق في لاهاي وستجري الحفلة الانتخابية لرئيس الوزراء مارك روتا بعد قليل. بالنسبة لسؤالك، مشهد اليوم كان هادئا بشكل عام، الانتخابات صارت بشكل هادئ، لم تسجل أي اضطرابات أو مواجهات في لاهاي أو في أي مدينة هولندية أخرى. ما لفت انتباهي هو أن نسبة المشاركة كانت عالية، مؤسسة إبسوس تتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 80% اليوم حسب استطلاعات الرأي، وكان هناك يعني عدة طوابير في المحطة الرئيسية للقطارات وأيضا في مكان قريب من البرلمان الهولندي، إذا مشاركة عالية. اضطرت أيضا بعض الدوائر الانتخابية لطبع المزيد من الأوراق الانتخابية بسبب الإقبال على الاقتراع. بالنسبة للأوراق الانتخابية، يعني هذا العام ستقوم هولندا بفرز الأصوات يدويا وليس عن طريق الحواسيب. كان هناك أيضا انتخابات يدوية، الناخب كان يدخل ويوقع أو يكتب حسب يعني يدويا، والخوف أن يعني من وراء أو خلفية هذا القرار الفرز اليدوي هو أن هناك خوف من أن يتم يعني تزوير أو يتم التلاعب واختراق الحواسيب والتلاعب بالنتائج الانتخابية، وهذا هي خلفية هذا القرار. إذا نحن نترقب بعد ساعة إغلاق الصناديق الانتخابية وبروز النتائج الأولية. عظيم. إلى ذلك الحين يعني نحن نعلم أن المواطنين الهولنديين من أصول أجنبية، تحديدا أتحدث عن المسلمين من مغاربة وأتراك، سأخصص هاتين الجاليتين، كانوا في قلب تصريحات فيلدرز الإعلامية. كيف كانت الأجواء الانتخابية بالنسبة لهم؟ يعني عندما تحدثت إليهم كيف هي الأجواء؟ ما هي مخاوفهم؟ ما الذي يأملونه؟ يعني فقط ولو باختصار نادر. نعم، هناك من يقول نحن لسنا متخوفين من أن يحصل فيلدرز على كمية كبيرة من الأصوات، لأنه لن يستطيع أن يغير النظام السياسي يعني الديمقراطي والليبرالي بشكل عام في هولندا بهذه السهولة. ولكن طبعا هناك من يقول من الجالية المسلمة، يقول هناك يعني ضغوط وهناك يعني تخوف أو هناك توتر بين الجالية المسلمة وخصوصا الأتراك والمغاربة والمجتمع الهولندي بشكل عام، وخصوصا أن الحملة الانتخابية قامت على أساس يعني الجدل حول القيم الهولندية وحول الهوية الهولندية وكيفية إدماج اللاجئين والمهاجرين في هذا المجتمع. نعم، شكرا لك زميلي نادر السراس مفدنا إلى لاهاي لمتابعة الانتخابات. بالطبع سيكون لدينا لقاءات أخرى للوقوف على نتائج هذه الانتخابات بعد حوالي الساعة، يعني يجب أن تكون النتائج قد أصبحت إلى حد ما واضحة أو ربما جاهزة. شكرا لك نادر. أبدأ النقاش مع ضيفي بناء على هذه المعلومات، وزميلي كان في عين المكان. أبدأ معك ضيفي في الاستوديو يوب يانسن. يعني المجتمع يعيش حالة استقطاب حادة وخاصة في هذه المرحلة الانتخابية، نتحدث هنا عن هولندا. إلى أي مدى من وجهة نظرك حالة الاستقطاب والتي تمثلت بموضوعين رئيسيين المهاجرين وأيضا المسلمين غيرت، بغض النظر نتائج الانتخابات، قد غيرت بالفعل وجه المجتمع الهولندي ربما؟
أنا لا أعتقد أن في هذه الدعاية الانتخابية كان الاستقطاب وصل إلى ذروته، إنما في السنوات الماضية كان الاستقطاب أكثر، ربما لأن خيرت فيلدرس لم يكن مهاجما كما كان في السابق. الانقسام موجود في هولندا منذ عام 2001، والنبرة تغيرت نحو المهاجرين والمجتمع المتعدد الثقافات، ولكن لم يزداد ذلك في هذه الدعاية الانتخابية. بالعكس، فكان هناك موضوعية إلى حد ما في هذه الدعاية الانتخابية مع كثير من المواضيع، ليس فقط بالتركيز على المجتمع المتعدد الثقافات. هذا الموضوع كان حاضرا ولكن لم يكن سائدا. سيد مركوش، يعني حضرتك نائب وأيضا يعني جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الهولندي، هل تتفق مع ضيفي السيد يانسن على رأيه في هذه النقطة حول حالة الاستقطاب، وإلى أي مدى بالفعل قد تكون غيرت المشهد الهولندي، أم ربما لديك هواجس أو مخاوف باتجاه آخر؟ أتفق مع السيد يانسن، إلا أن يعني الفرق بين السنوات الماضية وهذه المرة هو تأثير ترامب. يعني من قبل كان الكل يعتقد أن هذا الكلام كلام الكراهية والتفرقة يعني بين المواطنين في مجتمعنا كان بمجرد كلام، فرأينا أن ترامب مثلا يعني يدل على أن هذا الكلام يجب أن يؤخذ بعين اعتبار، مع أن يعني في السنوات الماضية كان حزبنا وأحزاب الأخرى طبعا تأخذ كلام فيلدرس بعين الاعتبار، لكن يعني تأثير الانتخابات الأمريكية يعني نحس بها في مجتمعنا كذلك. نعم، يعني عندما تحدثت عن حالة ترامب وأيضا الهواجس من ربما أن يتكرر ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتكرر هنا في هولندا أو ربما في أي دولة أخرى، نتحدث عن استطلاعات الرأي بالطبع والتي أشارت ربما إلى يعني انخفاض شعبية حزب الحرية ربما في اليومين الماضيين، وأنت يعني أدرى بهذه المعلومات سوف تصححها لي إذا كان هناك معلومات جديدة. والسؤال هو، هل يمكن التعويل دائما على استطلاعات الرأي أم ربما قد تحدث مفاجآت؟ ما هي توقعاتك الخاصة؟ بالنسبة لهذه الانتخابات؟ نعم، بالنسبة لهذه الانتخابات، انتخابات اليوم، هل تتوقع أن حزب اليمين نعم الشعبي يعني سوف يفوز؟ نعم، أنا يعني كان هناك تخوف بعدم المشاركة يعني من المواطنين، لكن كما تفضل زميلكم يعني من لاهاي يعني تقريبا 80% التي شاركت، فهذا يعني يؤدي إلى تفاؤل. نتمنى طبعا لليسار وحزبنا أن يكون هناك نجاح، على الأقل أن تكون النتيجة تجعل يعني النتيجة يعني نتيجة الانتخابات تكون ككل يعني فيها توازن ما بين اليسار واليمين، ومع المعلوم أن الأحزاب كلها يعني يمينا ويسارا رفضت يعني التحالف مع حزب فيلدرس، فلهذا يعني التخوف من مشاركة هذا الحزب في الحكومة يعني أصبح مستحيلا. يعني الحزب لن يشارك في الحكومة لأن كل الأحزاب رفضت التحالف وأعلنت أنها لن تتحالف مع هذا الحزب، والسياسة الهولندية تتطلب التحالف، لا يمكن لحزب واحد أن يحكم في هذا البلد. نعم، يعني كما سمعنا سيد مركوش هو يقول أن الأحزاب يعني رفضت أن تشارك حزب فيلدرس في حال فاز بهذه الانتخابات، يعني أن تضع يدها بيده في الحكومة. وهنا السؤال، ماذا يعني ذلك في حال فاز هذا الحزب، حزب فيلدرس، اليمين الشعبوي المتطرف والأحزاب الأخرى رفضت أن تتعاون معه في النهاية، ماذا يعني ذلك على المشهد السياسي بشكل عام؟
سوف يعني ذلك بأن بقية الأحزاب عليها أن تتآلف مع بعضها البعض وأن تتعاون. ليست هناك إمكانية أن يكون هناك ائتلاف بين حزبين أو ثلاثة فقط، إنما يجب أن تتحالف أربع أو خمس أحزاب، وبالتالي بيلدرس سوف يكون على الهامش وسوف يستمر في استقطابه والتحريضه، وسوف يقول أنا معزول عن المشهد السياسي، وبالتالي يلعب دور الضحية وهو يعجبه ذلك. وهذا يعني أيضا بأن المشهد السياسي في هولندا يجب أن يتعاون أكثر، وهذا ليس لصالح الأحزاب الكثيرة التي سوف تتآلف أو تتحالف، لأنها تخسر الكثير من موقفها أو من تضاريسها السياسية إن صح التعبير. ما رأيك سيد بكوش، هل لديك أيضا تعليق على هذه النقطة؟ يعني ما الذي سيحدث تحديدا في المشهد السياسي في حال ما زالت كل الأحزاب ومن بينها أيضا حزبكم اليسار يعني لا يريدون التحالف مع السيد فيلدرس، في حال يعني فاز حزبه بعدد كبير ربما من المقاعد أو فاز في هذه الانتخابات لنقل، ماذا أنتم فاعلون عندها؟ طبعا هذا يعني على حسب النتائج التي ستكون، يعني ستكون هذه الليلة، ف يعني ربما تكون مسألة التحالف معقدة وستأخذ وقتا طويلا، إلا أن يعني تكلمنا على خطورة يعني هذا الحزب الحرية الذي يسمي نفسه حزب الحرية، ولكن هو بنفسه يحارب الحريات، حريات المسلمين ليكونوا مسلمين أو ليبنوا مساجدهم أو ليلبسوا ألبسة إسلامية. خطورته ليست في أن يعني يشارك في الحكومة، إنما خطابه المسموم الذي يعني ينشر الكراهية بين المواطنين، نرى أن تأثيره على المجتمع يؤدي إلى الكراهية بين المواطنين، فنرى هجومات يعني لم نراها سابقا على المساجد وعلى المسلمين، يعني عنصرية يرتكبها المواطن ضد مثلا المسلمين بطريقة وكأنها يعني مشروعة مباحة وكأنها رأي داخل في حرية التعبير، والقانون طبعا يرفض هذا. فهذه هي يعني مسألة يجب كذلك أن نقف عليها. بالطبع سنقف عليها، وخاصة تصريحاته إزاء يعني ما يتعلق بالقرآن وأيضا المسلمين اليوم عند إدلائه بصوته. ولكن قبل ذلك، عندما تتحدث سيد مركوش عن الخطاب المسموم الذي ينشر الكراهية والذي يتبناه السيد فيلدرس وحزبه حزب الحرية، هناك من يقول أن قاعدته الشعبية اتسعت، وهناك العديد ربما من الناخبين سوف يصوتون له. يعني تم السؤال، هل القاعدة الشعبية له اتسعت نظرا أن المجتمع بالفعل أو جزء من المجتمع كي لا نعمم يؤمن بالأفكار المتطرفة التي يقولها فيلدرس، أم هناك ربما خوف وخشية من المسلمين ومن المهاجرين، أم ربما يعني هذا يصب في الإطار الأول ولكن بشكل موسع أكثر الأمور بدأت تتغير بالفعل في المجتمع الهولندي، مع العلم أنه بالأصل مجتمع تعددي متعدد الثقافات. فأيضا يعني رأيك، لماذا تتوسع هذه القاعدة الشعبية لها؟ أعتقد أن هناك مجموعة حقا تخاف من الإسلام ومن المسلمين نظرا لما يحدث في العالم من حروب ومن اعتداءات إرهابية، وهي يعني عمليات إرهابية تقع قريبا لنا في باريس وفي ألمانيا وفي بلجيكا، وهذا يرجع على أن يعني الكثير من المواطنين لا يعرفون المسلمين والإسلام جيدا، فتلك الصور تدخل، صور العنف والإرهاب باسم الإسلام وباسم القرآن تدخل إلى البيوت. لكن هنالك يعني مجموعة، وربما هي أكبر مجموعة، يعني تصوت على حزب الحرية لكي تعلن صوتها على أنها ترفض يعني الأحزاب التقليدية. وهناك كذلك أكيد مجموعة يعني تتبنى فكر التمييز العنصري.
يعني بالفعل ربما هناك ملل بشكل عام، يعني حسب الاستطلاعات الرأي وأيضا حسب المراقبين، والآن يعني ما قلته يؤكد لي هناك ملل بشكل عام ربما في معظم المجتمعات الأوروبية من الأحزاب التقليدية، وأيضا ربما ما تقوله في الانتخابات وما لا تنفذه لاحقا عندما تنتخب. هنا السؤال لضيفي السيد يوب يانسن، عندما نتحدث عن هولندا يعني الأمر لا يتعلق فقط بالمواطن أو الناخب الهولندي، إذا كان يدعم حزب فالدرز، إذا كان مقتنع بآرائه وأفكاره، أو ربما هو يتخوف من شيء لا يعلمه جيدا ألا وهو الإسلام، بل أيضا الأحزاب الأخرى بدأت تتبنى، رأينا خلال الحملات الانتخابية بدأت تتبنى ربما نفس خطاب فالدرز وربما أشد ربما تطرفا البعض منها. هذه ظاهرة جديدة من وجهة نظرك، حضرتك خبير في هذا الأمر، هل هو فقط لكسب الناخب أم نحن بالفعل أمام تحول سياسي يعتبر أيضا خطير في المشهد السياسي الداخلي وحتى على الصعيد الأوروبي؟ ليست الظاهرة جديدة، إنما نشاهد ذلك في كل أنحاء أوروبا منذ التسعينات ومنذ بداية القرن، فحيث هناك تصاعد للأحزاب اليمينية المتطرفة، فتزداد العصبية لدى الأحزاب التقليدية الليبرالية والديمقراطية وما إلى ذلك، وترى هذه الأحزاب بأن الكثير من الناخبين يريدون أن يحتجوا عن طريق التصويت لليمينيين، فهناك ردتي فعل، إما أن يقلدوا ما يقول فيلدرز ولو بشكل ألطف، أو الخيار الثاني أن يتم إثارة موضوع الاندماج والمهاجرين، رغم أن نفس هذه الأحزاب لم تتحدث عن ذلك سابقا. إذن فيلدرز هو الذي يضع القضايا والمواضيع، وبعض الأحزاب الأخرى ترد على ذلك، وبالتالي فيلدرز أثر كثيرا على المشهد السياسي في هولندا. هل يمكن اعتبار أن فيلدرز فاز بغض النظر عن نتيجة الانتخابات إذا فاز أم لا، إذا كان قلب المعادلة في المشهد السياسي على الأقل من ناحية الخطاب ومن ناحية ما يدليه السياسيين فيما يتعلق ربما من مبادئ أو ما يريدونه؟ هل يمكننا القول إذا كانوا يمشون على خطاه الآن بأنه بالفعل غير المشهد إلى حد ما، فاز على الأقل؟ لا أود أن أذهب بعيدا هكذا، ولكن ما يمكن مشاهدته هو أن الكثير من الأحزاب الأخرى متوترة ومتخوفة، ومن نجاح فيلدرز أن نتحدث عن مواضيع فيلدرز إن كنا يساريين أم يمينيين، ويتم الحديث ليس فقط عن الإسلام إنما عن الهوية الهولندية أو ما يسمى بذلك، وطبعا هذه النتيجة سياسية أيضا لخطاب فيلدرز. نعم، سوف نأتي إلى موضوع الهوية الوطنية أو الهوية الأوروبية، ولكن قبل ذلك دعونا مع السيد مركوش نتابع ما قاله السيد فيلدرز اليوم خلال هذا اليوم الانتخابي، ما قاله عن القرآن والمسلمين، ويعني نعلق على هذه النقطة لأنها هامة. أنا أقول لهم إذا لم تعجبكم فكرة حظر القرآن لا تأتوا إلى هولندا. أنا أتمنى بأن يكون لدينا إسلام أقل، لأن الإسلام والحرية لا يتفقان، لكننا بلد حر وبإمكانكم المغادرة متى شئتم. هذه هي رسالتي للمسلمين لدينا. يعني مشكور على هذه النصيحة للمسلمين في هولندا سيد مركوش. سؤال أيضا يطرح، هو لا ينتقد فقط المسلمين، هو يركز جام غضبه يعني على الجالية المغربية، مع العلم أن الجالية المسلمة الأكبر في هولندا هي الجالية التركية. هل من سبب لهذا الكره العميق غير يعني لأغراض أو ربما لأسباب سياسية؟ هل لديك تفسير ما كونك أيضا يعني سياسي وأيضا تنتمي للمجتمع الهولندي وأيضا من أصول عربية؟ يعني مسكين هذا الرجل يعتقد أن شخصي أنا مثلا وأناس مثلي يعني هولنديين مغاربة الأصل أنهم أجنبيين، ويعتقد أن المسلمين
كذلك أجنبيين يذهبوا إلى أين؟ فهؤلاء مواطنون لهذا البلد، فيعني يستعمل هذا الخطاب لأنه يعلم أن هناك يعني مواطنون يعني في أحياء معينة يعانون مثلا من بعض الإجرام في مجموعات من الشباب، هم أقلية لكن أقلية لا يستهان بها، تستحق الاهتمام السياسي وتستحق كذلك يعني أن تواجه لإيجاد حلول لهذه المشاكل. لكن لتقول أن المسلمين أو الإسلام ليسوا يعني لا يتنا يعني لا يمكن أن يكونوا مع الحرية في هذا البلد، فهذا يعني يعارض يعني مبدئيا الدستور الهولندي الذي يقول أن في وطننا وفي بلدنا حريات التدين وحريات الاختيار وحريات الفرد إلى غير ذلك. نعم، ولكن دعني أسألك ولو كانت الإجابة مختصرة لو سمحت سيد مركوش، يداهمني الوقت. يعني حضرتك ذكرت في البداية أنه خطابه مسموم ينشر الكراهية، أيضا ذكرت بأنه هناك لديك مخاوف وخشية من أنه المجتمع يعني يكون ضد بعضه البعض، يعني المجتمع الهولندي مقابل أيضا الجاليات الهولندية المسلمة. ما الذي تقومون به أنتم في مراكز القرار كسياسيين كأحزاب من أصول عربية أو حتى مسلمة، ما الذي تقومون به يعني لعدم وقوع هذه الانقسامات ولو باختصار؟ بداية أنا شخصيا يعني نواجه هذه المشاكل التي يعانون بها المواطنين من مشاكل مثلا محاربة إجرام، مشاكل اندماج، يعني مشاكل الاندماج، وأنا دائما أقول حتى للجاليات المسلمة المنظمة أن تقوم وتعلن عن يعني كيفية رؤيتها للمجتمع ومكانها في المجتمع كمسلمين كمؤسسات إسلامية، مواقفهم حول مثلا مساواة يعني الناس في مجتمعنا وكيف ينظرون مثلا إلى هؤلاء الذين يرتكبون جرائم خطيرة باسم الدين وباسم الإسلام. يعني هذه الأشياء كلها ستساهم في يعني إبعاد هذا الخوف الذي يستغله هذا الحزب الحرية. نعم، ربما حماية المجتمع، هل هذا ما تخشاه أيضا أوروبا سيد يانسن؟ يعني خوف من ظاهرة الدومينو إفكت إن أردت القول، لدينا أيضا انتخابات فرنسية، لدينا أيضا انتخابات ألمانية، مخاوف من أن ينجح اليمين المتطرف في هذين البلدين في حال فاز السيد فيلدرز بعد ساعة من الآن. هل بالفعل هناك نظرية الدومينو إفكت قد تطبق في دول أوروبية أخرى؟ نعم، هذا الخطر قائم، وهذا الخطر أكبر من أن كان بعد انتخاب ترامب في العام الماضي. فالناخبون في هولندا وفي ألمانيا وفي فرنسا هناك تشابه كبير بين الأنظمة السياسية في تلك الدول الثلاثة، وبالتالي ينظر إلى كل بلد بانتباه أو باهتمام كبير. وإن فاز فيلدرز، وأنا لا أتوقع ذلك، فهذا يعني دفع إلى الأمام بالنسبة للبديل من أجل ألمانيا، اليمين المتطرف في ألمانيا، وسوف يقولون هولندا بدأت بموجة الانتفاضة فلنلحق بهذا القطار أيضا. ولكن هذا بشكل معكوس أيضا، فإن خسر فيلدرز اليوم قد يكون هناك تراجع في ألمانيا أيضا، وبالتالي اليمينيين المتطرفين في ألمانيا أيضا سوف تتراجع شعبيتهم، وبالتالي يجب أن يفكروا بذلك أكثر. إذا ننتظر ما الذي سيحدث، ولكن تبقى التوقعات مهمة، وخاصة منك سيد أحمد مركوش، ما الذي تتوقعه؟ أن يفوز فيلدرز أم أن يخسر على الأقل هذه المعركة وليست الحرب؟ أنا رجل متفائل وعندي يعني ثقة في المواطنين، فأعتقد أنه سيخسر إن شاء الله، وسنرى يعني بعد بضع ساعات. إذن سنرى بعد بضع ساعات. وأختم أيضا مع هذا التفاؤل الذي يعني عبرته لنا السيد أحمد مركوش، أشكرك على وجودك معي في هذا الجزء من المسائية لأنه كان جدا هام، وأشكرك أيضا سيد يوب يانسن على هذا التحليل. مشاهدينا الكرام، ابقوا معي الجزء الثاني من المسائية بعد هذا الفاصل القصير، ما الذي يحدث في دمشق من أعمال دموية وأيضا الذكرى
السادسة والدخول في العام السابع للثورة السورية، أين هي هذه الثورة من مفهومها؟ بعد الفاصل.